أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مستشفيات محافظة القاهرة. تضمنت الجولة المستشفى القبطي حيث تفقد أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والصيدلية، كما اطمأن على الحالة الصحية للمرضى في الرعاية المركزة. هذا ووجه وزير الصحة بضرورة صيانة الأجهزة الطبية وتوفير الأدوية، كما استمع لآراء المرضى حول جودة الخدمة.